بعد أشهر من وعود كارن بورسن أنه سيفعل نفس وضعيات هاندا أرتشل في السيارة التي اشتهرت بها، حيث أول صورة لهاندا بوضعية السيارة كانت في شهر السابع 2020، وعلق كرم وكتب عليها: سأفعل نفس هذه الوضعية، نفسها بالضبط. وبعدها في شهر كانون الأول نشرت هاندا صور أخرى لها، وعلق كرم: نحب صور وضعيات السيارة. وردت عليه هاندا: قم أول شيء بالوفاء لوعودك. ونشرت هاندا في ذلك اليوم هذه الصورة من تركيب الجمهور في ستوريها. وأخيراً نشر اليوم كارن بورسن بوست جديد من فيديو وصورة له، وعلق عليه: عيد أضحى سعيد، تفضلوا وضعية السيارة بنسخة كرم. وعلقت هاندا على البوست وكتبت: أمانم وأخيراً، وكأنني لم أصوره بالإجبار. وبهالتعليق عرفنا أن هاندا هي اللي مصورة كرم، وأيضاً مصورتها من تليفونها الخاص لأن تليفون كرم واضح بالصورة. ورد كرم على هاندا وكتب: تعلمين أنني على استعداد لأعطي أي وضعية في أي لحظة، هنالك كرم بورسن أمامك. جديد هاندي مليوم، وكتبت على الصورة: مود.